السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كلكم مزيان. المهم صوتي شويه هذا كنضربني البرد وكنت عيانه. كتسولوا فيا غبرت عليكم شحال هادي ما حطيتش فيديو باش نقول لكم الجديد. في هذا الفيديو غنقول لكم نتائج ديال التحاليل وشنو غادي يقول لي الطبيب، وغنقول لكم على واحد الحاجه زوينه درتها، وغادي نقول لكم بزاف ديال الحوايج. نقول لكم بزاف ديال الحوايج. انا عارفاكم ما عنديش في انستغرام باش تعرفوا الجديد وتعرفوني فين واصله، ولكن في هذا الفيديو هذا غادي نقول لكم هادشي كامل اللي دوزتو في هاد الفتره. وكيف قلت لكم درت واحد الحاجه زوينه اللي فاش غادي تعرفوها غادي تفرحوا بزاف، وكنتمناها لكم حتى نتوما. المهم انا ندير التحاليل ونكمل لكم. سي باغا لقيت هاد البلاصه زوينه في الاضاءه زوينه. المهم قبل ما نقول لكم شنو الحاجه الزوينه ونقول لكم شنو قالت لي الطبيبه، بغيت نقول لكم على واحد لابليكاسيون اللي الناس اللي عايشين على برا غادي تعاونهم بزاف وغادي تنفعهم وغادي يشكروني عليها ويقولوا لي الله يرحم لك الوالدين. هذه واحد لابليكاسيون اللي كتقدروا تصيفطوا بها الفلوس من 10 ديال الدول، من كندا، من فرنسا، من هولندا، من بلجيكا، من الاسبان، من ايطاليا، بزاف ديال الدول. المهم 10 كتقدروا تصيفطوا بهم الفلوس للمغرب. كتصيفطوا الفلوس ما كاينينش لي فري، ما كتخلصوا حتى شي حاجه، وهادشي كامل غير بالابليكاسيون. ما كديبلاصاو، ما كتخرجوا، ما حتى شي حاجه. من بلاصتك بالتليفون ديالك كتقدر تصيفط الفلوس، وهذاك اللي غادي تصيفط ليه غادي ياخذ الفلوس من كاش بلس. يعني الطريقه سهله، وديك الساعه كيوصلوا الفلوس وامنه، ما كتخافوا من حتى شي حاجه، ما كتخافوش على لي كوردوني بونكير ديالكم. وكيف قلت لكم اللي زوين هو ما كتخرجش، ما كتبقاش مزاحم، ما كتبقاش بزاف ديال الحوايج. زائد واحد الحاجه زادتها طاب طاب سين، اللي هي اللي عنده كونت تجاري وفا بنك كيقدر يصيفط لراسو الفيرمون انستونطاني ديك الساعه بالابليكاسيون. بغيتو مثلا ديروا تجمعوا الفلوس في المغرب وداكشي، تقدروا تصيفطوهم بهذه الطريقه بالابليكاسيون. انا غادي نخلي لكم لوليان في الكومونتير الاول، وغادي نخلي لكم حتى واحد الكود برومو اللي هو ليلة 23. بهذا الكود برومو كتقدروا تاخذوا 5 اورو زايده على الترانسفير الاول اللي كديروا. يعني الا صيفطتوا واحد 20 اورو كتوصل تقريبا 270 درهم ولا 280 درهم على حساب لوطو تشونج شحال، وكتزادكم هذيك ال 5 اورو. ايوا دابا اجي نقول لكم شنو هي الحاجه الزوينه وشنو درت من بعد ما خرجت من لوبيتال. الحمد لله خرجت ودرت احسن حاجه في حياتي وعشت احسن اكسبيريونس في حياتي، هي مشيت لمكه. مشيت لمكه درت العمره ومشيت للمدينه المنوره، و ما نعاودش لكم الاحساس اللي كان عندي في ديك الساعه، احساس كيتعاش لا يحرمكم منه. مشيت خويت قلبي مزيان، مشيت تفشيت مزيان، شربت ماء زمزم مزيان، شربته بنية الشفاء، درت بزاف الاسباب في حياتي. هذه هي اخر حاجه بقات ليا، ودرتها بواحد النيه وبواحد الاخلاص اللي كنتمنى تكون هي السبب في الشفاء التام يا ربي. وواحد الحاجه كانت وقعت ليا هي كنت مرضت وطلعت لي سخانه وجاتني انفيكسيون، ولقيت اللي مشيت درت فيها التحاليل لقيت المناعه طالعه بواحد الطريقه بحال ديال الناس العاديين. منين وريتها للطبيبه كنعرفها في المغرب قالت لي لو كور ديالك كيغياجي بحال انسان طبيعي، انسان عادي. وهذه كانت واحد الحاجه اللي واخا كنت مريضه وكنت عيانه كانت فرحتني بزاف، وعرفت ان ربي كبير. وبقيت في هذيك البلاصه واخا كان فيها الضو زوين، ولكن كانوا جالسين الناس ما بغيتش نقمص نتاعهم. المهم كيف قلت لكم الحمد لله ربي يسر، ومشيت لهذيك البلاد وفرحت بزاف وارتحيت بزاف. وكيف قلت لكم وقعت واحد الحاجه اللي كانت عجيبه، ان باش نلقى المناعه ديالي طالعه بهذيك الطريقه فما كانتش شي حاجه اللي عاديه. الحمد لله ربي كبير ودار لي هذيك الفجوه باش مناعتي هي اللي تعاونني في هذيك الوقيته،
اون اتوندو توصل لقيت ديال الطياره حيت راكم عارفين باقي لو كور فراجيل و انفيكسيون فديك الساعه كانت غادي تقدر تكون صعيبه بزاف ولكن ربي دوزها بسلام الحمد لله الحمد لله دازت. تكونوا كتسولوا شنو قالت لي الطبيبه اشنو درت دابا فانا شفت الطبيبه درت لي زاناليز الحمد لله لي زاناليز ديالي بداو كيتحسنوا مقارنه مع شحال هادي شحال هادي كانوا عندي غير الزيروات كلشي فيه زيرو حتى شي حاجه ما كتطلع ديما كنت كندير ديما كنت كنزيد الدم دابا تقريبا شهر ما زدتش الدم الحمد لله الحمد لله كاين واحد التحسن ما بقاش داكشي كما كان تاعس في مره وهو باقي ما وصلش للنورمال كيطلع وكيهبط وكيتخربق بعض المرات ولكن مقارنه مع ما عرفتش علاش الناس كتجيهم فيزا شي واحد هكا هز التليفون وكيهضر كيبقاو يشوفوا المهم كيف قلت لكم الحمد لله الحمد لله احسن بزاف من قبل كنتمنى ان هذا الشيء يمشي مزيان كنتمنى ان هذا الشيء يتسالى خلاص اهم حاجه هو انني خرجت من السبيطار اخر فيديو كنتو شفتوني باقا في لوبيتال وباقا اوسبيتاليزي دوزت 4 شهور في السبيطار الحمد لله الحمد لله كنعاود نرجع الحياه بشويه بشويه كنعاود نخرج كنرد البال وكنفرح باي حاجه بحال كنعيشها اول مره بحال اول مره كنخرج اول مره كنشوف الناس في الزنقه اول مره كنسافر اول المهم اي حاجه درتها كنحس بها كانها اول مره وكنفرح بها وجد ممتنه لمولانا لان خلاني نعاود نعيش هادشي كامل لانني كنت كنقول صافي هذه هي الاخره هذه هي النهايه ولكن ربي كبير ومازال ان شاء الله هادشي كامل يسهلي شكرا لكم شكرا على دعواتكم شكرا على كل شيء يا ربي تشافي الجميع اي واحد كيشوفني مريض الله يشافيك يا ربي اي واحد عنده شيء غمه ولا عنده شيء هم الله يفرج عليك يا ربي صافي ما نزيدش نطول عليكم دعواتكم معايا وان شاء الله الفيديو الجاي نقول لكم صافي الامور كلها مضبوطه ومشيو للمغرب نديروا الحفله ان شاء الله تهلاو في راسكم تهلاو في صحيحتكم تهلاو في والديكم صوتي راه سمحوا لي على هذا الصوت المخرشش ولكن كان خاصني ندير لكم فيديو ونطلع لكم ونشوفكم المهم انا غادي نمشي بسلامة اصدقائي اليوم كنكمل 4 شهور من حرم شددت ريح حالي وبطيبة روحي في انشغالي يا ربي بلغنا منانا